قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ملامح المبادرة، يعني ازاي تمام هتتم. انا كمواطن اذا كان زي ما قلت في البداية دلوقتي ان ممكن في ناس بتبقى مقبلة على الجواز، محتاجة دلوقتي السلع المعمرة، الاجهزة المنزلية، محتاجة كتير من الصناعات الهندسية، هتحتاجها ازاي دي؟ ممكن ان انا اقدر اتواصل بقى مع الغرفة ولا هيبقى من خلال معرض؟ يعني قول لنا حضرتك الملامح هتبقى عاملة ازاي، وازاي ممكن تكون او حدود الخصومات، وهتستمر قد ايه؟ يعني ملامح المبادرة كلها هتتنفذ ازاي؟ هو طبعا لابد ان احنا ايه المبادره الاجهزه المنزليه على وجه التحديد هي المنوطه يعني او من ضمن اهم صحيح العناصر صحيح اللي نعلم تماما ان المستهلك ناظر لها. طبعا الاجهزه المنزليه زي البوتاجاز، السخان، الغساله، الثلاجه، يعني وما الى ذلك. الحاجات دي كلها النهارده مشترك اكبر مصانع موجوده في جمهوريه مصر كويس قوي. العربيه. دي يعني كلهم استجابوا للمبادره، افهمهم استجابوا كلهم للمبادره. استجابوا للمبادره وحبوا ان هم من خلال المبادرة ديت يبرزوا الصناعة الوطنية بتاعتهم، ما مدى تقدمها وما مدى الأفضلية. يعني المواطن النهاردة أو المستهلك يفضل المنتجات ديت عن المثيل بتاعها أيا كان المنشأ بتاعه إيه. هيشوفوا طبعا هيشوفوا منتجات الحقيقة منتجات راقية جدا، منتجات على مستوى عالي من الجودة والسعر كمان، لان انا اعلم تماما ان المستهلك بيهمه برضك السعر. هيجدوا خصومات طبعا الحقيقه برضك خصومات هتبقى جيده وهيرتضوا بيها، يعني هيرتضوا بالخصومات اللي موجوده دهيت. وما بقاش بقى الاجهزه المنزليه بس، هتبقى الادوات المنزليه كمان اللي هي مثلا القطم، الحلل، والحاجات اللي ده هي كويس قوي. استخدام المطبخ كله والادوات بتاعت المطبخ كلها كمان بما يشمل. يعني اذا هو النهارده المستهلك هيجد في الصناعات الهندسيه كل الصناعات اللي هي متلمسه ليه ان هو استخدام المنزلي بتاعه. ده طبعا بالاضافه الى ان احنا يعني مشترك معانا في المبادره زي ما تفضل احمد عبد الحميد غرفه مواد البناء. يعني اذا النهارده وعندنا الكيماويه، يعني البيت دوت محتاج ايه؟ والملابس بقى والجلود وكل كل والملابس القطاعات والجلود اللي والحرف اليدويه. يعني عايز اقول لحضرتك البيت المصري محتاج ايه؟ محتاج مواد بناء وبتاع سيراميك وما الى ذلك، طبعا محتاج ان المواد النقاشه، محتاج انه يدهن، محتاج ادوات كهربائيه، الفيشه والسلك والمشترك ادوات والكلام ده صحيه كله. بقى كل اذا المستهلك النهارده هيروح لكل ما هو يعنيه في بيته او بيأسس بيته، بيأسس نقول عليه بيت الزواج بتاعه. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان فعلا كورونا كانت معطله شويه موضوع او متوقف الزيجات كتير وما الى اجله. ذلك، كتير الكلام اجله. ده كله تاني هيعاد. فمحتاج ايه؟ كل الحاجات اللي محتاجه دهيت هيلاقيها في المبادره. يعني خلال ان شاء الله، يعني الايام المقبله، اللي بقى بيستعد ان هو ياسس بيت الزوجيه ان شاء الله في خصومات هتفرق كتير قوي معاك، وتوفروا وتجيبوا بيها حاجات تانية ان شاء الله. استاذنك.